المسألة الأولى أن الزهد في الدنيا سبب لحب الله، والزهد فيما أيدي الناس فيما في أيدي الناس سبب لحب الناس، ذكره ابن رجب وعلل ابن رجب بسبب قال لأن الناس لا يحبون من ينافسهم على دنياهم، فمن يزهد في دنياهم أي فيما يحبونه ولا ينافسهم عليه فإن الناس يحبونه. المسألة الثانية، الشريعة زهدت في الدنيا بطرق شتى، قال سبحانه متاع الدنيا قليل، وقال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال والآخرة خير وأبقى، إلى غير ذلك من المعاني. وهذه يا إخوان نحفظها ونعرفها، لكننا ضعيفو القيام بها للغاية، فلا أملأ من الدنيا في قلوبنا. أسأل الله أن يصلح قلوبنا يا رب العالمين. والله إن في قلوبنا امتلاء وتعلقا بالدنيا ما لا يعلمه إلا الله، وكلما تقدم العمر زاد التعلق بالدنيا، فيجب أن نراجع أنفسنا وأن نحاسبها وأن لا نغفل. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم فتنة الدنيا، إنه الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة، الشريعة لا تذم الدنيا لذات الدنيا لزمانها ومكانها، وإنما الذم راجع للتعلق بالدنيا، ذكر هذا ابن الجوزي وذكره ابن رجب. فإن الذم ليس للدنيا وإنما للتعلق بها وترك الآخرة اشتغالا بالدنيا. أسأل الله أن يعيذني وإياكم وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان، إنه الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة، قد فسر السلف الزهد بتفسيرات. من تفسيرات السلف للزهد أنهم قالوا إن الزهد قصر الأمل، بهذا فسره الثوري والإمام أحمد. وقصر الأمل ليس الزهد، وإنما سبب مهم للزهد، فإن من يعيش قصر الأمل فإنه لا يتعلق بالدنيا، بل يعرف أنه سيودعها أقرب وقت كان. فعليه تفسير الدنيا، تفسير الزهد بقصر الأمل سبب معين للزهد في الدنيا. ومعنى قصر الأمل أن الموت يهجم أي وقت، وفي المقابل الشيطان يمني، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وبعض السلف كأبي إدريس الخولاني فسر الزهد بأن تثق بما في يد الله أكثر مما في يدك، وهذه مرتبة عالية، أن يصبح عندك يقين بأن تشعر أن ما في يد الله أكثر مما بأن تثق بما في يد الله أكثر من أن تثق بما في يدك، يعني أن تثق بما في يد الله أكثر مما في جيبك من المال. وهذا من حسن الظن بالله، فمن أحسن الظن بالله لم يضيعه الله، والله عند حسن ظن عبده به. فأسأل الله أن يرزقنا الزهد وأن يصلح أحوالنا وأن يتوب علينا، وهو أرحم الراحمين. المسألة الخامسة، تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن المال بكلام نفيس كما في مجموع الفتاوى، وذكر رحمه الله تعالى أن بعض الصحابة كان ذا مال كعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن وقاص وغيره من الصحابة، وبعض الصحابة ليس عنده مال. ثم ذكر أن معول وحقيقة الزهد مع المال ليس وجوده في اليد، وإنما تعلق القلب به. حتى قيل لأحمد رجل، قيل لأحمد من الزاهد؟ قال إذا زاد ماله لم يفرح، وإذا نقص لم يندم أو لم يتحسر. هذه مرتبة عظيمة، دليل أن القلب لم يتعلق بالمال. الصحابة كانت في أيدي جماعة من الصحابة كانت في أيديهم أموال، بل أموال كثيرة، لكن لم تكن قلوبهم معلقة بالمال.
أما نحن فقد لا يكون معنا مال، لكن قلوبنا قد انغرقت تعلقا بالمال. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم ونعامنا برحمته ولا يكلنا إلى أنفسنا يا رب العالمين.